عليكم. هذا اليوم المهم جدا في حياه الخريجين، خريجي معهد الوطني للعمل الاجتماعي، بمشاركه خريجات وخريجي معهد احتفاليين بالنجاح والتتويج. وساغتنم هذه الفرصه لاتوجه اولا للخريجات والخريجين باحر التهاني واجمل المتمنيات، وكذا للامهات والاباء على تخرج فلذات أكبادهم وحصولهم على شهادة الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي، فمن كل التبليغ غادي تلعبوا دور مهم مباشرة في تفعيل وإنجاح إن شاء الله ورش الحماية الاجتماعية، لأن كل ما هو مساعدة اجتماعية، تنشيط اجتماعي، عمل اجتماعي بصفة عامة هو في صلب منظومة الحماية الاجتماعية. فانتين جهتي في ليكواسيون، برافو عليك. اليوم أنا سعيدة جدا بترأس حفل تخرج الخريجات والخريجين ديال المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. لليوم عندنا 105 ديال الخريجات والخريجين في المهن ديال العمل الاجتماعي، المساعدة الاجتماعية، التنشيط الاجتماعي، ونحن يعني سعداء جدا في بلادنا، لأن بلادنا تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة نصره الله، يعني هناك تصور مهم جدا اللي جاب صاحب الجلالة ديال الدولة الاجتماعية وأوراش كبرى بحال ورش الحماية الاجتماعية. فهاد الطلبة وهاد الخريجين وهاد الخريجات غادي يساهموا في تعزيز منظومة العمل الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية، لأن أي منظومة اجتماعية كتحتاج للمهنيين اللي عندهم خبرة واللي عندهم تكوين ذو جودة. فأيضا تنزيلا للبرنامج الحكومي الذي يسعى إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، فالمعهد يلعب واحد الدور مهم كما قلت في هذه المنظومة الاجتماعية، وبالإضافة إلى يعني هذا العدد ديال الخريجات والخريجين، فوزارة التضامن الإجتماعي الاجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إطار تنسيقية إعلان مراكش، كان أيضا شراكة من أجل تكوين طلبة في الكليات وفي الجامعات، باش يكون العدد ديال يعني من هنا 2030 11,000 مساعدة أو مساعد اجتماعي. وساهموا بشكل كبير في تنمية مهاراتهم في مجال العمل الاجتماعي، فضلا عن مهام البحث العلمي الذي يطلعون بها، كما أشكرهم على مساعدة القيمة في إعلان منصة التدوين عن بعد الوزارة بدروس مصورة. شكرا لكم. كما أتقدم بالشكر الجزيل للطاقة الإدارية للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي الذين أعتبرهم جنود الخفاء لتحقيق هذا النجاح. لكل مجتهد نصيب، واليوم يوم تنية 8 سنوات من العمل والاجتهاد، كصباح أقبل وشمس أشرقت بعد ليال من السهر، فمن أراد العلا سهر الليالي. يوم فاحت فيه الورود فرحا بنا نحن خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، مستعدين لخدمة الوطن والإنسانية. المسار أمامنا طويل وشعلة العلم لا تنطفئ، أرجو لنا مزيدا من النجاح والتألق. بعد 3 سنوات من المثابرة والاجتهاد والجد، وأنا جد سعيدة بحضور السيدة الوزيرة عواطف حيار بالكلمة التي قدمتها، وعلى أريد أن أصلا أيضا أن أوجه شكري إلى السيد المدير
هشام بالمعطي على كل المجهودات التي بذلها من أجل إنجاح المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. وأود كذلك أن أوجه شكري إلى جميع أساتذة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. إيجابية هذا المعهد أن خريجي هذا المعهد سيتم إيلاجهم مباشرة في سوق الشغل، كما سبق وأن ذكرت وزيرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي أنها سيتم تخريج 10,000 مساعد اجتماعي ومساعدة اجتماعية في أفق 2030. طالب العمل في المعهد العمل الاجتماعي بطنجة. نحن اليوم جد سعداء بالحفل التخرج ديالنا كان اليوم مع الوزيرة ديال التضامن وهذا، وحتى المدير ديال المعهد. وحنا جد سعداء اليوم حيتاش دازت 3 سنين صعيبة وعانينا فيها، ولكن كل شيء داز مزيان الحمد لله، وحنا اليوم جد سعداء بهذا الإنجاز هذا. كاين فرص الشغل دائما، حيت لي برومو اللي قبل منا دائما كيخرجوا دائما كيخدموا، ما كيكونش كاع فرص الشغل مطلوبين في المعهد الاجتماعي. ومن هذا المنبر كنصح الناس اللي عاد خداو البكالوريا ديالهم يلتجؤوا لهذا المعهد، حيت فريمون عنده واحد الفورماسيون اللي واعره بزاف، وحتى في الفرص الشغل ديالو كيدخل كيعاون فرص الشغل. احنا اليوم في الحفل ديال التخرج الدفعه الثانيه من سلك الاجازه المهنيه بالعمل الاجتماعي في طنجة. صراحة هذا اليوم هذا واحد اليوم اللي هو مميز، لأنه كيتوج المجهودات ديالنا نحن الطلبة اللي كانت يعني متواصلة طيلة هاد 3 سنوات، وحنا جد سعداء. وفي الأخير كنبغي نشكر جميع الأساتذة ديال المعهد، وطبيعة الحال كنشكر الله تعالى، وكنشكر حتى يعني الاباء ديالنا اللي كانوا ساندونا طوال هاد 3 سنوات، واخا كانت يعني شويه صعيبه، ولكن الحمد لله زعما في الاخر كانت نتيجه ايجابيه. وشكرا. اننا لا نبالي بل نسير للامل، ان قمة